معكم ار على فيديو جديد ورياكشن جديد الشباب. كما كتشوفوا الدراري عندنا واحد الرياكشن الدراري على الخروج تصريحات الدراري ديال السبعات وبسطوريات فهمتوا البلان. قبل ما نبدا الفيديو قبل ما تجيني اصلا تفكر كانني نصور هذا الفيديو هذا عارف غيجوني بزاف ديال الكريتيك الدراري منهم انت ما كتعرف والو بالراب بعد منهم كيسبوش فهمتوا البلان. يعني كل واحد الدراري كيعبر على النيفو ديالو فهمتي النيفو ديال العقليه ديالو مع العلم راه حنا ما كندويوش شي حاجه اللي خارقه فريمون في الطبيعه حنا كندويو في اطار الراب فهمتوا البلان. راباجات الباجات اللي كيسيبورتيو الراب وبعد ساعات اصلا عاود كيديروا شي غلط هما براسهم الكريتيك هو هذا البلان هذا فهمتوا البلان. يعني باش تعرفوا هذا ماشي راب. انا بالنسبه لي هذا نصب على البيبليك باش نكون واضحين. الا قلتي انت غتخرج شي تراك ديال الشطيحه الصاط شان تيدوز في العراسات يعني ميمكنش بروموطيه بداك الصيف فحال هكا فهمتوا البلان. شد لك راه عليا روابو في واحد الكادر واللي عنده ديال النحاس مرحبا مرحبا في نهار 19 في الشهر يعني فهموا تطاو الدراري اشنو هذا بيبليك زعما فريمون كتسحب السبعات من غير رجاع والروينه يعني شنو تقول لي انت في راسك كتقول او والبيبليك حمار فهمتوا بلان. حنا درنا واحد بروم والبيبليك حمار وطبعا البيبليك حمار فهمتوا يعني كتستحمروا هكا كتبغيو نتوما تستحمروا البيبليك فهمتوا بلان. وهذا الشيء الدراري ديال الثقافه ديال الراب البيبليك ديال البيبليك المغربي الدراري باقي كيلصق في رابر واحد كيعجبوه غير التراكات ديال داك الرابور. اذا تكلاش هذاك الرابور راه ما كيرضاوش فهمتوا بلان. كيجيهم واحد التانيب الضمير الداخلي ما عرفناش علاش طبعا مع العلم هذيك تبقى واحد المزيكا مورا المايك فهمتوا بلان. يعني داك الرابور يا تكلاشا يا هو كلاشا هو رابح فلوس. انت شنو رابح الصاد انت خاص الا كنتي كتعمر كوليكسيون باش تفرج في الاش راه تفرج مشات لك 5 دراهم ولا 10 دراهم ديال كونيكسيون في الاخر راسك على رابور دخل في التراك 2000 3000 دولار في سبوتيفاي. راه باش نكون واضحين الدراري ابار الا بقى الراب مجري بهذه الطريقه بحال هكا الدراري فراه غيوقعوا مشاكل بزاف غيطلعوا جينيراسيونيس اصلا ما عارفينش من الراب من التراب فهمتي من بزاف ديال الحاجات. انتم ما عارفين الدراري اي واحد رجع كيبان دابا كيقول لك انا رابر علاش داك حساس الرابر عنده كانه واحد الصفه خايبه ديك الصفه كانه مخزز اللي عنده شي بواقه النهار 19 في الشهر اوكي الصاد فهمتي عاود ما تستحمرش البيبليك فهمتوا بلان. والمشكل علاش هما بانوا علاش مثلا السبعات هما بان فيديو لحقاش فريمو دخل عليه الخطأ فهمتوا بلان. فريمو بنادم بدا كيهضر بزاف فريمو بنادم بدا كيكريتيكي بزاف وخارج وكيضحك ومبتسم فحال اللي ما كاين والو فهمتوا. وهذا جلس معاه في قهوه غيقول لك شنو فيها عادي شكون اللي رابح رابح هو فهمتوا بلان. شكون اللي يلا بروموط الفيديو واحد البروموط اللي فريمون كانه غيرجع يربي والروينه بغيتو غير الراب حنا غنرجعو بغيت هكا بقى في واحد ستوري ولا حتى نجبدو لكم مجبرتو الدراري داشا كانوا عندي شي سكرينات لحقاش انا كنت كنوجد لواحد الفيديو على حساب اكتوبر وما كتبش نديرو كان الروابا اللي غيدخلو كاملين كان الروابا اللي غيخرجو الدراري التراكات كاملين بهم غيلوحو شنو كنت غندير واحد الفيديو كان ديك الروابا شنو غيوقع واشنو شكون اللي غيلوح واشنو البلان واشنو البلان مصدق ما كتبش داك الفيديو الدراري ما كتبش يخرج باش نكون واضحين. بقى عندي سكرينات غنجبر داك زعما داك السكرين اللي كان باقي ما تمسح غنجبرو غنبارطاجي معاكم وغنشوفو هادشي هاد الكذوب زعما فهمتي. انا بان لي كذب واستحمر البيبليك لحد الان وجهو قاصح خارج وكيكذب على البيبليك فهمتو بلان. حيت واشنو وقع بغيتو غير الراب حنا غنرجعو الراب فهمتي واحد سطوري مكتوب يعني بلا ما تجاهلوا الدراري هادشي هذا في الاخر كيقول لك ولا انا ما فهمتي حنا تفاهمنا ماشي راب وصافي صاف اني اللي يقول لهم هذا ماشي راب يقول لهم ما تسناوش الراب ماشي المغرب كامل كيسنى كان السبعات غير رجع في ايام الاوليه ديالو غير رجع يربي وعاد فيتشرين مع الفرده سبوبو فهمتي سوا فضح راسو قال له جوج سنيه فهمتي. ما علينا ماشي هو هذا السوجي ديالنا السوجي ديالنا هو كون هذا فهمتي والله كانك رابور صافي ما يمكنش عاود فهمتي باش تكونوا لوجيك الدراري كاملين كيعجبنا الراب حنا فان ديال الموسيقى فهمتي فان ديال الراب ما تضحك كانك رابر راه ما تضحكش فهمتي ما تضحكش على البيبلي هذا هو اللي ما عجبنيش انا راه العدو ديالي شي واحد يستحمرنا الصاط غير في الزنقه اون بيبليك الصاط عسى انت غتجي في وسط الويب وغتستحمرنا كاملين بينك انك بحال اللي ما داير والو
ومخزز من فوق غير واخا واحد اللعيبه ديال درتيها في الكليب علاش مخرج لسانك شنو كاد عندنا الصبر والله انا واش الراب فيه داري كومون صاحبي وفيقوا الدرا وين غيسبوني وفيقوا شويه فيقوا شويه اي قصور الدراري ما علينا غنشوفوا البلان شنو قال السبعات ومش انتو بلان انا ضده في هاد البلان كامل المهم غنشوفوا الدراري هادشي هذا وكلشي غيبان على عينكم مش انتو بلان وانتو ما غتعرفوا مش انتو انا بقيت كنعرف هاد الراب اصلا انتوما الدراري اللي كتعرف سير غنشوفوا الدراري شنو كاين هنا جو مشيو مع بنادمي بشويه حتى يفهم لا خاي انت عملتينو مشي مع بنادم حيت حمار اي دا عملتي انت ما عملتيش مشي مع بنادم غير شويه تيفهم حنا ماشي مكلخين دابا بلاتي دابا رجعتي انت دابا انت كولد الدومين زعما وكتقول على راسك رابر في البدايات ولا ارتيست ولا ما علم الله شنو تحسب انت راسك ونمبر واحد في المغرب ولا عاود عملتي لنا ديك اللعيبه ديال دي زي دروس فهمتيني كلاشور نمبر وان في المغرب قال ما علينا خونا كارير كامل عنده البوم واحد ما علينا الدراري ماشي هذا الموضوع ديالنا الموضوع ديالنا هو خونا فهم حنا ما كنعرفو والو اصلا هو اللي كيعرف يلا تبعوا البوبليك ديالو هو اللي كيعرف راه الدراري المغرب كامل كيعرف سوي بزاف الراب هو اللي كيعرف بوحدو زاد هاد البروجي وروابا عباد الله خرجوا كيقولوا له بروجي ناقص روابا روابا طيف لوق على لو اصاحبي هذا راه ماشي ديستراك وراه ماشي كلاش اوكي راه الفكره الاول كيفاش اوكي اوكي كيفاش بغيتي تجبد البوز على البوز على المورفين وليا ديال البروجي ما ريحت عليه انا والفرده في الاستوديو فكرنا اننا نخدمو ايت فكرنا اننا نخدمو ايت نخدمو في الكتابه ديالو ولا في الخدمه ديالو شويه بازيك ما يكونش داكشي عميق باش نقدروا بهاد البروجي يوصل لارج بوبليك اخي اخي غندخل لك من جوجل وغنجبر غنجبد ديك القافيه ضرا ولا القافيه القاف ولا القافيه الحرف الفاء وغنبقى نطنطن فيك فهمتو بلان جملة مورا جملة فيما خرجتها وغنخرج تراك غير بديك القافية جوجل غنشرك هادي مع هادي وخرج تراك وانت دابا هو المشكلة الا دخلت لجوجل وخرج تراك بالقافية غيخرج تراك مقود على داك على الحروف على المهم لي بارول البازيك في داك التراك ديالك وقسما بالرب تيخرجوا حروف ناضية جربوا هاد الدراري يدخلوا فهمتي عملوا قافية بحرف القاء اجروا راسكم كاتبين التراك مقود اشكروا واحد وزايد على بازيك الصاد فين هو اصلا فهمت فين هو العمق فين هي الكتابه راه صف مبتدئ يقدر يكتب في حال هاد اللعيبه ترى كل شيء يفهم اوكي دونك بحكم ان بعض الاشخاص اللي كانوا تيبيكيو علينا شحال هادي من 2016 بلاتي تيبيكي كان الحلم ديالو باش نجاوبوه شدينا هاد الناس دخلناهم هاد الدراري خصني نشوف واحد البلان حنا نشوفو هاد اللعيبات فهمتي قالك تباع كتاب سنة بالدار فهمتي يقدر يكون 7 طون حطون ما علينا الدراري يعني 3 مليون اقول الدراري شوف نرجعو للسبعاتون الدراري ملي كان فهمتي الراب 36 تراكات هادو راب الدراري شوف ولكن ملي قلب الدراري الغنى ملي قلب الغنى شوف 70 مليون فهمتو بلان 30 35 المهم زايا غنى قول لها الساط كتطعيمة كطعم في هذا البروجي كتمرقينة كتمنيك وديك تمنيك كتمرقينة كتمنيك تعب تمنيك بالبيبليك الصاد شعبتي بشي برواب تمرقينة تمرقنتي بالبيبليك اما الراب اما الرواب ما تمرقنتيش بيهم انتي ناس صاد مشيتين واحد جوج فهمتي جوج ريز ديال الصوت احب من احب وكريه من كريه شام تو بلان في لي كومونتير غتبينوا لي الدراري جوج ريو صاد ديال الصوم مشيتي لي لو باق قلت لهم تمنيك انا عيقتي وبزاف بزاف لي ميتافور الدراري ما بقاش كيخرج لي ميتافور بحال هكاك بلان
بزاف. هادشي اللي قلتي دابا عملتيه للبيبليك. اللي خرج من رونتو راه مرحبا، حيت لون سكول والبوم باب والاندر جراوند لي بونش والميتافور والكتبة ولي تكنيك، حنا موالي. اسمح لي اخ، اسمح لي لي ميتافور واسمح لي اخ، هادي ايغو تريب غير في ستوري، اما في تراكات ما كنشوفوش هاد اللعيبات هاد بلا بلا في ستوري. نقدر الدري نخرج لكم انا دابا نقول لكم خرجتكم شي تراك ايغو تريب فيها اربع شي ميتافور غيدوزو فيها جنون وما عرفوها. احنا اللي بدينا فاهمين، غير البرومو ديال البروجي فاش بغيت تخرج تفهمت مغلوط. الناس فاش شافوا البرومو كبيره، حيت دارت برومو كبيره، بنادم مشى على اساس غيخرج دي ستراك وغيخرج كلاش، وهادي داكشي علاش وقع. جد انت بيدك قلتي، انت بيدك قلتي هاد، انت بيدك قلتي ها الصاد. عندي ستوري صلحت، غنجبد ستوري هاد الدراري على هاد اللعيبه. فهمتي الا كنت مسحته من التليفون غندخل شي ابليكاسيون غادي تكون بالفلوس. انا مغاني انا الصاد، فهمتي انا مغاني، انا واحد انسان شاد واحد اغنى ما كاينينش، غادي تمرقينا بالبيبليك. هذا شبيكة في الموضوع، نقاش كبير وقع فهمتي بلان. المهم حركنا لاندوستري شوية، تحركات القضية كانت ناعسة. و اللي بغيت نقول، إلا كنت دخلت لهاد الحرب هادي، دخلت لها مرحبا، ما نخرج منها حتى غادي نفارقها. أوكي، و آخر هضرة بغيت نقول هو شكرا لأي واحد تيبحث باش يعرف المعلومة، تيبحث باش يجيب المعلومة الصحيحة، ما يكونش تابع القاطع. حيت احنا كاملين قاطع دابا، اللي كيبان له هنا كيزر البيبليك فهمت، هنا كيلعب لهم بالدماغ ديالهم، تخلوا من العاطفة كيقول لهم فهمت، مابقاوش يتبعوا القاطع. القاطع شكون؟ هما ديك الدراري ديال الرياكشن اللي ما عجبهمش الراب، اللي كريتيكاو التراك، اللي شوف اي واحد راه يدوز عليه ديك ولكن الصاد باش تعمل واحد الغلط وانت بيدك عارفو غلط، ما تعطاش للبيبليك شمس تقول لهم انا عوضكم بالتراك ولا شي. سليم اخ كنعطي الشراوت للفاروق، واحد الانسان اللي تيفكر في الكونتوني ديالو انه يجيب المعلومه للناس اللي تيتابعوه الحقيقيه اكثر ما انه تيفكر في الفلوس بلان. و الكلمه الاولى والاخرى وهي الفرده رقم واحد. السلام عليكم. انا وقيلة وحبس وقيلة غنفطي يدي الدراري من هذا الراب هذا بالروج، ولا نبقى ندير ني رياكشن ولا نبقى نتمزك. يلا شوف اش ختمه نفضل دراري، كان هذا هو الفيديو. عجبكم تابوناو ديرو جيم خلو داك اللايك الدراري، خليكم دابا يلا.